انتخابات ديمقراطيه هتنتهي بشكل يليق بتاريخ الوقت، يليق بقدر الموجودين وثقافتهم وحرصهم على حزبهم، هتكون نموذج ديمقراطي اخر يضربه حزب الوقت للمواطن المرشحين. شايفه ازاي؟ لا هو الحقيقه كلهم بيتابعوا. هل في دعم بتاع حضرتك دعم المرشح؟ انا اللي هيحصل لا او اللي انا شايفه يعني انا بقول دايما يعني احنا الفتره دي هي مرحله مفصليه في تاريخ الوقت شويه، يعني احنا بننتقل من مرحله الى مرحله. يعني انا ظروفي اللي اترأست فيها حزب الوقت، انا عشت مع الدين من وانا شاب صغير، عضو هيئه عليا وانا اصغر شاب في الهيئه العليا. عشت مع الوقتيين فتره طويله جدا، قرابه 30 سنه. منهم من سكرتير عام من 17 سنه، ورئيس وزراء 8 سنين. عشت معاهم ثورتين، ثوره 25 يناير وثوره 30 سبتمبر. عشت معاهم خمس انتخابات، شعب وشورى 2010، شعب وشورى 2012، مجلس نواب 2015. فزرت انا عملت 158 مؤتمر انتخابي، نزلت التقيت بالوفديين، فعارف الوفديين فرد بفرد، عارف الاسره بتاعت الوفديين، الاب والابن. يعني فالمساله دي مش هتتوفر لحد او نادرا ما ستحدث بعد كده. فبقول ان دي مرحله عايزه ان احنا كلنا نتوافق حول شخصيه ونقول ان ده سوق رئيس فرد. واللي عايز يترشح وكان يترشح خلاص. هل حضرتك توافقت على لا استحيل.